وأكثرها أثرا الخلوة والانقطاع عن الناس، فكثرة الخلطة تضعف القلب. تأملوا في حالنا، ننشغل بأموالنا وأزواجنا وأولادنا ورغباتنا وأصحابنا، نكدح كدحا عجيبا ننسى فيه أنفسنا، فما أحوجنا أن نعطي النفس حقها. كم نحتاج أن نخرج عن المألوف المنهك الممل، كم تحتاج النفس لفك أسرها من شواغلها وكدحها، كم تحتاج النفس لترتاح وتراجع وتتأمل. راجع نفسك أخي، راجع نفسك أيا كنت، راجع نفسك يا كل مسلم ومسلمة. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، فيصير أنسه بالله، يصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن أيها الإخوة والأخوات، الاعتكاف دورة سنوية جاءت بها السنة النبوية، دورة مكثفة لها أثر عجيب وفعل في النفس غريب. فأين من يريد زيادة الإيمان؟ أين من يريد تربية النفس؟ أين من يريد أطر النفس على الحق؟ أين من يريد مراجعة النفس؟ أين من يريد الخلوة بالنفس؟ الاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف الحبيب صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. والحديث في صحيح مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. فهنيئا للمعتكفين، هنيئا للمعتكفين، فقد جاءت أيام اللقاء، جاءت أيام الصفاء، أيام الحنين، أقبلت أيام الاعتكاف، فحنت لها قلوب المحبين. أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. كم من معتكف هذه الأيام تقول زوجه وحزناه، وهو يقول واطرباه، فقد أتاه ما أشغله وألهاه. نعم والله، خلوات، دعوات، دمعات، آيات بينات، ركعات وسجدات، ذكر ومناجات لله. نسأل الله الكريم من فضله، إنه الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق جل وعلا، إخلاء للقلب من الشواغل عن ذكر الله، والتفرغ للتفكر والدعاء والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والتوبة والانكسار لوحده في معتكفه لا يعلم به إلا الله جل وعلا. في الاعتكاف يجتمع القلب وتسمو الروح وتصفو النفس ويخلو البال. في الاعتكاف
مناجاة الحبيب لمحبوبه وخضوع العبد بين يدي معبوده، فلا تسمع إلا همسات المحبين وأزيز الخاشعين وأنين التائبين وآهات المذنبين. في الاعتكاف دفع للقلب نحو الاستقامة وحقيقة الالتزام، نعم حقيقة الاستقامة والالتزام التي فقدها الكثير من الصالحين والصالحات اليوم. في الاعتكاف نعيم الدنيا وبهجتها، فهو المنهل العذب للصالحين والمورد الزلال للمتقين. فالمعتكف ترك الفراش الوتير ونام في المسجد على الحصير من أجل العليم الخبير. ترك المعتكف الزوج والأولاد ورضي برب العباد. ترك المعتكف الأشغال والأموال من أجل الله الكبير المتعال. فاستعن أخي بالله، توكل على الله، املأ القلب باليقين، استشعر رقابة الله، تذكر فجأة الموت، واعلم أن الشيطان سيجلب عليك بخيله ورجله، وسيرسم لك كثرة الأشغال، وسيضع العراقيل والعقبات، ولكن وتنبه لهذا جيدا، إن هي إلا لحظات فتدلف بنية صادقة وعزيمة ثابتة من عتبة المسجد، وستعلم حينها إنما هي أوهام وتخيلات. ستشعر بلذة عجيبة وسعادة غريبة، وأنه ليس صعبا تغيير النفس وقطعها عن كل ما اعتادت لمن أخلص نيته، نعم بشرط لمن أخلص نيته وصدق في عزيمته. يقول المنذر بن عبيد: تولى عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة فأنكرت حاله في العصر. فلا بد من أخذ النفس بالجد والحزم في معالجة قصورها. نعم حاسبوا أنفسكم أيها المحرومون، أيها المقصرون، أيها الغافلون، حاسبوا أنفسكم، راجعوها، تأملوا في تقصيركم وذنوبكم، ارجعوا لحقيقة الأمر مع أنفسكم. قال ابن حزم رحمه الله يحدث عن نفسه: كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وآداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه، إلى آخر كلامه. إذن فما أحوج الجميع لمراجعة النفس ومحاسبتها والوقفة الصادقة مع النفس. لا تقل أنا من الصالحين، لا تقل أنا من الله علي بالهداية، بل راجع نفسك واشكر الله بحق على ما من الله تعالى به عليك. فيا أخي الحبيب، يا كل صالح يريد الزيادة، يا كل محروم يبحث عن العلاج والإفادة، اعلم أن الاعتكاف بحق من أعظم وأنفع وسائل العلاج، لكنه يحتاج إلى همة عالية ونفس أبية لا ترضى بالدون، يحتاج إلى إخلاص ومتابعة، يحتاج إلى تنظيم وقت وجد واجتهاد في المعتكف. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا طلع نجم الهمة في ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلوب بنور ربها. وهذا ما يذكره بعض المعتكفين: فاعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء، متى طالبتكم بمألوفاتها وشهواتها فقولوا لها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالنفس لا تترك محبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه، فليكن إذن محبوبها عندك الله، ليكن محبوبها عندك الله. فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. فالحق عز وجل غيور، يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه. فسارعوا إلى علاج قسوة قلوبكم، سارعوا إلى علاج ضعف همتكم، سارعوا إلى علاج شرود فكرتكم، عالجوها، عالجوها بإحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا سنة الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ أن قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. ثم احذر أيها المعتكف، احذر أن تجعل الاعتكاف فرصة للخلوة ببعض الأحباب ومجلبة للزائرين والأصحاب وتجاذب أطراف الحديث معهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون. احذر أخي من اللاهين المثبطين، وإني أنبه البطالين لصوص الأوقات، فأقول: تجنبوا المعتكفين، لا تفسدوا عليهم الخلوات. فلو سمعتم أحدهم وهو يقول: أليس عجبا أن أكون بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل الشعل